إذا كنتوا محتارين شو تحضروا ببقايا الخبز الفرنجي، أنا حقلكن على طريقة كتير طيبة وبتصلح لترويقة ولعشاء. عندي 5 حبات بيض، حضيف عليهم معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة توم مدقوق، كوب جبنة مبروشة، عنا شي 3 ملاعق كبار بقدونس مفروم، فلفل أسود. هلأ حأخد قطع من الخبز الفرنجي، هنغلفها مزبوط بالخليط، زيت زيتون، ومنحطها بهالشكل.